واحد بيقول بعض الكنائس تقوم بالنسبة بتقوم بالتنبيه بأن لا يتقدم المتناولون من الرجال جسد الرب ودمه وهم لابسين قميص نص كم. دي يعني التضييق على الناس أزيد مما هيك. يعني هو اللي لابس قميص نص كم ما بيحترمش الأسرار المقدسة. ليه الكهنة بتوعنا يكونوا شداد بالشكل ده وينفروا الناس من الكنيسة بهذا السبب؟ بيقول هل هذا يعتبر قانونا كنسيا؟ لا، يعتبر تشددا غير لائق. واحنا ننبه على الاباء الكهنة نقول لهم اللي بتعملوه ده ينفر الناس. نخلصوا من السيدات يبتدوا في الرجال. ان السيدات ملابسهم غير لائقة يبقى دول اللي بنصكم. هو الرجل يعني ما يلبس نصكم دي عوره؟